والصلاة والسلام على رسول الله. توضيح لتجربة سابقة ما فهمها الأخوان بورق الكلك الشفاف اللي هو أمامنا الآن، يعتبر ستنسل سريع يخدمني في الأوقات الحرجة. هذا السنسل مفرغ برضو بورق الكلك، أيضا أفرغ وحدة غرفية أو حرف على ورق A4، لكن ما في ديمومة، الكلك أفضل، ولكن هذا برضو يؤدي الغرض. واستخدم ايضا بخاخ الغراء موجود في مكتبة جرير، وممكن احرك الحرف في اتجاهات مختلفة. ابدأ اسحب اللون، شايفين؟